حياكم الله وين ما كنتوا تتابعونا عبر تلفزيون الراي في حلقة جديدة من برنامجكم مسائي. اليوم حلقتنا راح تكون متنوعة من الإنجازات الكويتية على أكثر من صعيد وبشكل فعلا الواحد يفرح فيه ويفخر فيه في الكويت لما نشوف شباب رائد بالإنجازات بهذه الطريقة. راح يكون عندنا محمد العازمي مخترع كويتي اختراعه مطفأة حريق ذكية الوحيدة في العالم حصد منها ذهبية من ألمانيا، وأيضا راح يكون ويانا يوسف البكشي وهو مصمم أنيميشن رسوم متحركة شارك في مهرجان إيطاليا السينمائي، وأيضا راح يشارك في مهرجان دبي السينمائي، وراح يشارك أيضا مع مهرجان فويا اللي هو أساسا بإدارة كويتية. طبعا هذا الفيلم مرشح له أنه يفوز، وإحنا نتمنى أنه يفوز وواقفين وياه قلبا وقالبا على أساس إن شاء الله يحصد الجائزة الأولى هذا الفيلم، لأنه يتكلم عن حقبة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت. بدايتنا راح تكون مع الزواج الذكي. قبل شهرين كان ويانا السيد الحارث المزيدي وهو باحث أسري، تكلمنا ودردشنا وياه عن الزواج، وكان ويانا أيضا رسام الكاريكاتير في جريدة الراي بدر بن غيث عن الزواج والخلافات الزوجية وطريقة التعامل أو طريقة تعامل الزوجين مع بعض. لكن اليوم راح يكلمنا أيضا عن الكتاب اللي سولف لنا عنه وقال إنه راح يصدر في شهر 10. هذا الكتاب اللي هو الزواج الذكي، 51 خطوة لا تعالج الأفعال السلبية إنما تعالج الأفكار التي تولد تلك الأفعال. طبعا هذا مانشيت على صدر كتابه. بيكلمنا اليوم عن سبع فروق بين الأزواج الفاشلين والناجحين. هو عنده تحفظ على كلمة الفاشلين، قال لي سالم لا تقولها، قلت له بعد أنت أكيد يعني بتتكلم عن الفشل والنجاح بهالصعيد هذا. سعيدين جدا وتشرف فيك مرة ثانية في مسائي. يا مرحب وأنا أسعد أستاذ سالم. كلمنا عن كتابك وكلمنا عن إصداره وكلمنا عن السبع فروق الحلوة هذه. نعم، كتاب الزواج الذكي عبارة عن تكنيكات هذه نفسية إدارية شرعية. تكنيكات هذه ما هي في الأقوال ولا في الأفعال، لكنها في الأفكار ونمط التفكير والقناعات. شلون؟ لأن كل شيء في حياتنا يبدي من فكرة. شفت أفعالك وردود أفعالك وأقوالك ترى بادية من فكرة، أو خلينا نقول من شعور، والشعور نابع من فكرة. هذا الترتيب في علم النفس، فعل ورد فعل ينبع من شعور، الشعور ينبع من فكرة. فإذا عندك أفكار صح أفعالك وأقوالك راح تكون صح، عندك أفكار خطأ تجاه الزواج وإلى آخره راح تكون عندك أفعال خطأ. هل أعطيك مثال؟ إذا كان عندنا زوج أو شاب يعتقد أن أهل زوجته مصدر المشاكل قبل يتزوج، فكرة حصلها من أفلام مسلسلات، حصلها من صديق سمعها منه إلى آخره، فكرة غرست فيه أن أهل زوجته مصدر المشاكل وأنهم راح يدخلون في حياته فلازم يدير باله منهم. هذه الفكرة ايش راح تولد في حياته العملية؟ راح تولد أول شيء لما يتزوج راح يتحفظ، ما راح يزورهم وايد ولا يحب يقعد معهم وايد، ما راح يخلي زوجته تزورهم وايد. كل هذه الأفعال نتيجة لشنو؟ فكرة عنده. فإذا أنا رحت قلت له ترى من المهارات الزوجية أنك تعزم أهل زوجتك عندك، ما راح يقدر يطبق لأنه عنده فكرة مسوية بلوك على هذا الفعل. لكن تصور أن عنده فكرة قبل لا يتزوج أن أهل زوجته وهم مثل أهله، وأهل زوجته قد يكونوا مصدر لسعادته، وأن حتى لو تدخلوا ترى ما في مانع، هذول مثل أهلي، مثل هالأفكار الصحيحة اللي عنده شو راح تسوي عمليا؟ أحب يتواصل وياهم، راح يعاطيهم ويواصلهم. زوجته ما عنده مانع أن تزورهم ولو في أيام العادية مو بس في الويكند، وراح يصير بينه وبينهم شحنة إيجابية حلوة، راح يوقفون معه وقت الضيق ويوقفون معه ويدزونه للنجاح في زواجه. أنت قاعد تتكلم قبل بداية الزواج ولا بعد؟ قبل وبعد. إحنا قاعد نتكلم عن الأفكار، أنا ضربت لك مثال. حلو. فشوف الحين على سبيل المثال هذه النقطة هذه. الزوج هذا لما تكون عنده هذه الأفكار الإيجابية راح يتصرف بطريقة مريحة مع أهل زوجته. كل هذا صدر من فكرة. فهني موضوع الزواج الذكي شيك، ييك ينبهك على الفكرة الغلط اللي عندك، ينبهك عليها ويقول لك شلون تشيلها وشلون تحط بدالها فكرة صح، مثل كمبيوتر سوفت وير. ممتاز. انزين بالنسبة حق اللي مثلا تزوج او يعني مو بالطريقة التقليدية، واحد حب وحدة وتزوجها وكان في خلاف أسري قبل ما يتزوج بينه وبين أهلها او بين الزوجة وأهلها على أنه الزواج هذا ما يتم وتزوجها وعنات، نسمع عن القصص وايد. صحيح. شلون يدش بهال
دوامة هذه؟ يعني بعد ما شلون يطبق الفكرة اللي أنت تكلمت عنها بكتابك؟ ما أنا أقول لك هي إيه، تبدي من الشعور. أنا أبدي خلاص أنا تزوجت العيلة ودشيت فيهم، ولأني دشيت معاهم وهم مو مقبليني، فأنا مهمتي الحين أني أحاول أخليهم يتقبلوني، ما أصدر أي مقاومة تجاههم. مثل ما قلت لك ما أخل أمنع زوجتي من زيارتهم، ما أتحفظ وايد من زيارتهم، أكون معتدل في البداية في الزيارة، أتحمل بعض الصدود، ما أصدر أي مقاومة من عيالي ما يزورونهم في العيد، ما أزورهم، أشيل أي مقاومة موجودة، أحاول أتواصل معهم لما قلبهم يلين، لما يشوفوني فعلا أنا حريص على بنتهم وصابر على بعض صدهم، الإنسان الطبيعي الفطري راح يبدي يتفتح قلبه لي. صح. أما إذا أنا بديت بسلبية راح تزيد طين بلة. القريب من العين قريب من القلب. عدل. إذا بنتكلم عن الفكرة الثانية، هذه الفكرة الأولى. إي نعم، أنا هني قاعد أتكلم عن الأفكار. الأفكار هذه إذا كانت عندك أفكار صحيحة تجاه الزواج وتجاه الصرف في الزواج، تجاه أي شيء في الزواج، صدقني أفعالك راح تطلع تلقائي مريحة وصحيحة. خل أعطيك مثال ثاني. قل لي. موضوع الصرف. إذا كانت أنا عندي قناعة إن كل دينار أنا أصرفه ترى هذا يعتبر صدقة، وهذا ما أخذه من ديني اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة ترفعها في امرأتك صدقة. ولما قال في الحديث الثاني يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال على أهلك، قال عندي ثالث، قال على خادمك، إلى آخره، سماه صدقة. عندي هذه القناعة، هذه القناعة راح تجرني أني أنا 800 دينار اللي قاعد أصرفهم كل شهر على الأجار والماكلة والخادمة والعيال 800 ألف، هذه كلها صدقة. أكثر من كذي بعد. أكثر من كذي. كلها صدقة. تخيل أنت تعيش هالشعور، 800 دينار أنا قاعد أتصدق فيها شهريا. لما يكون عندي قناعة كذي وأروح جمعية مع زوجتي، هل راح أقول لها لا تأخذين هذا غالي؟ هل أنا راح أقدم سياسة التوفير ولا سياسة الإنفاق على أسرتي؟ فبالتالي راح أكون وياهم مريح، راح يرتاحون مني، ما راح أكون دقيق معاهم، وإحنا شلنا مشاكل وايد كذي. أنا أتذكر قصة زوجين وزوجة تقول هالقصة، كانوا بالجمعية، فقالت حق الزوج أبي هالحفاظات تكرمون، فقال لها لا هذا غالي اخذي هذا، فقالت له أنت تبي تكسبني وتكسب ودي ولا 500 فلس اللي بتوفرها؟ شوف هني الفكرة، أنا أبي أكسب زوجتي ومهم نفس الشيء أبي أكسب الأجر، فأنا ما يهمني صرفت عليهم معاشي ثلاثة أرباعة نصه باكر، زوجتي صدت عني لا سمح الله صار انفصال، ما عندي أي ذرة من المعاتبة النفسية أو الندم، لأني أنا في النهاية كل هذا مسجل لي. تشوف القناعات الصحيحة شو تسوي بالواحد، تخليه ينطلق ويتصرف تصرفات صحيحة. هذا موضوع الزواج الذكي، يشتغل على الأفكار والقناعات ونبهك عليها وشيل القناعة الغلط. وايد ثقافات ترى دشت عندنا خاطئة من خلال الأفلام والمسلسلات إلى آخره، وايد أفكار وثقافات خاطئة، ثقافات مجتمعية أصلا. يعني أنا لو بقعد أسولف وياك عن الأمور اللي يمكن تكلمنا عليها من قبل نرجع فيها، وبشكل مختصر يمكن نعرج على الموضوع، موضوع القوامة. يعني في المسألة الشرعية حط بباله الريال بأن القوامة أنا أملك تسلط. كل شيء خلاص أنا ملك تسلط. أنت كأنك عبد عندي بالضبط. فأنا أملك القوامة، أنا اللي أروح أرد أسوي، ولا فاهم المسألة الفقهية اللي موجودة والشرعية لمسألة القوامة بشكل عام. شوف أنت أشرت لنقطة وايد مهمة، إحنا ما قاعد نتكلم عن ثقافات حتى جت من برا، ثقافات خاطئة هم موجودة قاعد نفهمها من ديننا غلط. تخيل مسألة القوامة. السبكي يقول عايزين فاصل، إيش رأيك نريح فاصل ونرجع؟ توكل على الله. فاصل وراجع. صورة صراحة ويعطيك العافية على الإهداء. طبعا يا جماعة أغلى ما يهدى الإنسان كتاب، إهداء إلى المذيع المتألق سالم الخضر، يعطيك العافية على راسي والله، يعني على الإهداء الجميلة. أنا كما تعدل أيام يزيد أعجابي فيك، طول لي عمرك الله يسلمك ويخليك، مشكور على الإهداء اللي هديتني إياه. وبنتكلم عن السبع فروق اللي تكلمت عنها في بداية البرنامج. شنو هي سبع فروق؟ احنا أشرنا إلى الفرق الأول وهو عنايتك بقناعاتك وأفكارك. في قانون في علم النفس يسمونه قانون التفكير. شنو قانون التفكير؟ قانون خطير جدا، يقول لك كون واعي بالأفكار اللي تدور في ذهنك، فهي إما تشحنك بطاقة إيجابية أو تشحنك بطاقة سلبية. طبعا الطاقة هني المشاعر. كثير من الحريم هالأيام، أعطيك قصة توها صارت من أيامها، زوجة ساكنة في شقة من غرفتين،
حلو. عندها ياهلين بالحضانة وبالروضة، وعندها خدامتين، وزوج موجود في البيت وكله طالع، كل شيء منه اثنين. تدري ايش تقول لي؟ تقول انا حاسه كل المسؤوليات فوق راسي، مو قادر ارتاح. على طول قلت لها انت تفكرين وايد، ترى انت ما عندك مسؤوليات، عندك وايد ناس يخدمونك في البيت وعيالك ما يحتاجون تدريس صغار. مسؤولياتك هذه ترى مو مسؤوليات، هي عد كثره تفكير، كثره الهم. زادت الالتزامات فزادت زاد التفكير. ما في التزامات. لا، انت لما تحط مثلا خدامتين، لما تحط مثلا تخف مساحه يعني مساحه التفكير حق شخصين، او مثلا حتى لو تزيد كميه الصرف على الناس اللي موجودين معاك، يعني صح. بياكلون بيشربون في حيز من المكان هم ماخذينه، فاكيد راح تزيد كميه التفكير فيهم. ماشي، بس هني المساله اللي انا برجع لها، لما هي تقول شوف شعورها، انا احس كل المسؤوليات فوق راسي، وهي عندها اهلين صغار وخدامتين وزوج موجود في البيت. حلو. هل هذا الكلام مطابق لوضعها؟ الجواب لا. شنو الجواب؟ ممكن هي تقول هالكلام لو عندها ثلاث عيال وما عندها خدامه وزوج كله طالع. صح. انت قاعده لاهيه مع الدراسه والياهل، لكن عندي شاهلين صغار. الشاهد قلت لها انت ترى مشكلتك في افكارك، انت وايد قاعد تحاتين المستقبل وتفكرين بالمستقبل، مستقبل العيال، وتحاتين وقاعد تشحنين نفسك بمشاعر سلبيه. وبالتالي ايش اللي قاعد يصير هني؟ الزوج كل ما يرد البيت ايش اللي يبي؟ يبي يشوف زوجه مرتاحه. ما نبي زوجة مبتسمة ولا تقوم تلمني، أبي أشوفها مرتاحة، أبي أشوف أثر إنفاقي هذا والبيت والخدم اللي قاعد أحطهم على راحتك. الحين اللي بيسمعك، لا يبا أنا أبي زوجتي تلمني. ماشي، احنا خلينا يقول لك لا يبا أنا أبي لما أرجع البيت أبيها تلمني، وأبي يعني يكون في ابتسامة، ودائما يعني يتعذرون بهالسالفة. رياي هي على هذه، احنا اللي قاعد نلقاه أكثر من كذي. احنا خلينا ناخذ الأصل. حلو. أبي زوجة أدش ألقى زوجة مرتاحة ما فيها تنشن. حلو. أوكي. لما ألقى زوجة متزينة وقاعدة مو بتنشن، أنا راح أنجذب لها يعني بشكل مغناطيس على طول. ممتاز. لكن اللي قاعد يصير، الزوج قاعد يريد يلقى زوجة فيها تنشن كبير، وبنفس الوقت هو موفر لها كل هذه الوسائل. شو اللي قاعد يصير؟ التنشن من وينية؟ هي قاعد تشحن نفسها بأفكارها. قانون التفكير شو يقول؟ كن واعي بالأفكار اللي قاعد تطرأ في ذهنك. خل أعطيك مثال. لما زوجة تفكر إن زوجي الحين أكيد قاعد بالدوام وقاعد يكلم الموظفات الموجودين في الدوام وقاعد يصبوا له شاي وقهوة وقاعد يضحكون مع بعض، فكرة تبدي تشتعل، تروح تدق عليه فما يرد عليها لأنه مشغول عنده إدارة خدمية قاعد يخدم الناس، تشتعل أكثر وأكثر، فلما يرد البيت راح تكون في تنشن ولا لا؟ هذا إذا ما طبت عليه بالدوام بقى. تنشن في غير محله. هالتنشن راح يحس فيه الزوج. الزوج لما يلقى طاقة سلبية ايش راح يصير؟ راح يوخر. النيجاتيف اتراكت نيجاتيف، السلبي يجر السلبي. صحيح. راح يبعد، فهي ما راح تفهم هذا البعد الا تفسر على طريقتها. اكيد تعرف عليهم عشان شيء بعد عني. شفت شلون؟ هذه مقاصد التفكير الخيالي طبعا اللي يعانون منها يعني ازواج وزوجات. بالضبط. انا فهني لما انا اكون واعي بالافكار اللي تطلع علي، بحيث اشوف هل الافكار هذه قاعد تخدمني ولا قاعد تضرني، هل قاعد تشحنني بطاقة إيجابية ولا طاقة سلبية أو مشاعر سلبية. لما أكون واعي بأفكاري وايد أمور راح تغير في حياتي، أنا راح أكون مرتاح والسترس راح يقل. لأن أقولك أكثر شيئين يشحنون الإنسان، إما تفكيره سلبي أو موقف سلبي يصير معه. أنا أعطيك مثال، يعني إحنا خلينا نتكلم إحنا الشباب عادة نفكر بالمشاكل والهواش. أفكر طلعت بالسيارة أكيد يصير مش يصير يعني تخيل، ها يصير مشكلة، تصير مشكلة بيني وبين واحد، أنزل ويصير طق مطاقق وقاعد أتخيل وأعيش الخيال هذا، فأرد أوقف. هل هذا الخيال قاعد يخدمني ولا قاعد يخليني تنشن؟ ليش قاعد أفكر كذي؟ كم أنا طلعت بالسيارة ولا صار لي كذي سنين كثيرة، فعرف إن هالتفكير ما قاعد يخدمني، فليش أنا أستمر فيه؟ هذا قانون التفكير، إني أكون واعي بالأفكار اللي في بالي. والله انت الكلام اللي قاعد تقوله ما شاء الله الجماعه يعني بهالزحمه هذه اللي موجودين عندنا، يعني خيالهم شغال 24 ساعه. نام علي نام علي يعني دعمني قبل لا يتخيل هذا الشيء، هو متخيله قبل لا يصير. درب صباح الله خير الحارث الله يهديه. لا لا صدق، يعني اشوف هني في قاعده ثانيه في قانون التفكير يقول لك الشيء اللي انت تركز عليه في عقلك تجده في واقعك. لما الزوج دائما يفكر اني انا برد وبلقى زوجتي وبقعد استمتع معاها وبقص لها قصه وبضحكها ويقعد يتخيل شلون هي راح تضحك، مثل هالخيال ومثل هالشعور هذا لما يرد راح يكون هو مشحون بطاقه راح يخليه فعلا يسوي هذا الشيء بقوه واريحيه. هني الموضوع، شلون انا افكر بطريقه تخدمني مو بطريقه تشحنني تخليني وايد متضايق. انزين، اقدر اسالك سؤال فرعي ولا ندش على الفكره اللي وراها؟ اذا بنتكلم عن الكمال الفكري
دائما ننتقص شيء من أفكارنا. على سبيل المثال، ما توازن طريقة التفكير سواء كان الزوج ولا الزوجة مع أسلوب المعيشة والبيئة اللي هي عايشة فيها، دائما المقارنات تشوفها من البيئة اللي موجودة حواليها، حتى لو حاطة في بالها بأن خلاص أنت حالتك المادية أو حالك المادي أنت مستقر على نفس النمط هذا، ما راح تقدر تعيش أكثر من كذي. لا، هو يعيش أكثر من النمط اللي المفروض يعيش فيه. شلون يقدرون يعيشون بسعادة هذيل؟ ممتاز. أنت قاعد تتكلم عن الفرق الثاني الحين، أشرت إليه، عن الفرق الثاني بين الأزواج السعداء وبقية الأزواج. الفرق الثاني أني أنا أكون علاقة قوية مع نفسي. أنا لما أكون علاقة قوية مع نفسي، أنا راح أكون متوازن في مخرجاتي، راح أكون أعرف أنا شنو أبي بالضبط، وراح أعرف أنا شنو الأشياء اللي أحطها في حيث أحصل هذا الشيء. وانتبه للنقطة الخطيرة هذه، إذا كانت علاقتي مع نفسي قوية لا يمكن أقارن نفسي بالآخرين ولا أقارن نفسي بأي أحد سواء فوقي أو تحتي. ممكن أنا أقول أقارن نفسي بتحتي في أني أشكر نعمة الله علي، بس ما أقارن أحد باللي فوقي. يعني شوف هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انظروا لمن هو دونكم ولا تنظروا لمن هو فوقكم، يعطيك برمجة صحيحة. كون علاقة قوية مع نفسك ولا تطالع لفوقك، ثورة بأنك لا فوق فتعيش متحسر. أنا أقول لك قصة صارت لي لما كنت مسافر مصر، لقيت إنسان عايش على مركب، تخيل ما عنده سكن، على نهر النيل عايش على مركب، حاطله رواق وعايش في هذا المركب، يطلع هو من المركب وتطلع زوجته ويطلع ولده، مركب يعني بيني وبينك هالمسافته يعني. تصور، فسووا معه لقاء فقالوا له انت بس ترفع راسك فوق تشوف البنايات والفنادق والعمارات ما تتحسر؟ يقول ابدا، انا عايش على قناعه، من بصل عيشه غيره حرمت علي عيشته، وبالتالي انا مرتاح وسعيد. شوفوا يا جماعة، هذا الإنسان اللي في أقل مستويات العيش عايش مرتاح وسعيد، شنو السر؟ إنه عنده نظام تفكير صحيح وكون علاقة حلوة مع نفسه، فما قارن نفسه بالآخرين. الشيء اللي قلت عليه قبل شوي، شلون أنا على قولتهم مد يدك على قد الحافك، أنا لما أوقف مقارنة نفسي بالآخرين، ليش أوقفها؟ لأني أحب نفسي وراضي بنفسي ومقتنع بنفسي، راح تتزن تصرفاتي كلها. الفرق الثالث، الفرق الثالث وهو أيضا مهم، وإحنا شقلنا الفروق أكثرها يدور على شنو؟ نمط التفكير والقناعات. الفرق الثالث نمط التفكير الإيجابي. الأزواج السعداء دائما اللي أنا أقابلهم وأسألهم أنتم شلون تفكرون، ألقاهم ناس إيجابيين. الزوج الإيجابي شنو معناه زوج إيجابي؟ زوج الإيجابي دائما يفسر الأمور بطريقة صحيحة وطريقة متزنة وطريقة خلينا نقول جميلة. هذا الزوج الإيجابي يفسر الأمور بطريقة تخدمه، طريقة تريحه. يعني أعطيك مثال، لما تيني زوجتي وتقول لي إحنا ودنا ندخل ولدنا هذا اللي توه خلص من الروضة مدرسة خاصة، فإذا أنا تفسيري للأمور دائما للجانب السيء وسيء الظن فيها، وترى التفسير السلبي هو عبارة عن سوء ظن، والله عز وجل إن بعض الظن إثم، فلما أنا أفسر هذا الموضوع هذه تبي تدخله خاص عشان تستهلك فلوسي، ما يبقى لي فلوس أسافر مع ربعي وإلى آخره، فش راح أقول؟ لا يبقى ما راح أدخل مدرسة خاصة. لكن لما أنا أفسر من داخلي والله هذه ما شاء الله عليها حريصة على عيالها ورفعت راس ومن رفعت راسنا إحنا، راح أقول أفو عليك يستاهل واستثمر فلوسي فيهم. شوف لما أنا شلون ردة فعلي كانت نابعة من شنو؟ من تفسيري للموضوع. لذلك نمط التفسير أو التفكير الإيجابي وايد يخليك سعيد في حياتك. أحياناً يصير لك موقف سلبي تطلع منه بفكرة حلوة، وهذا ديننا يغرس فينا هذا الشيء. أنا بعطيك تمرين بسيط شلون أنت تبدي تخلي حياتك نمط تفكيرك في حياتك إيجابي، وهذا شيء مأخوذ من ديننا. لما نقعد الصبح، أول ما نقعد بالصبح شو نقول؟ يعني اللي يسمي مثلاً اللي الحمد لله وقاعد من يتمغط ويقول الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا وإليه النشور. صحيح، قدم المنة والامتنان للرب العالمين. يعني كأنك قاعد تتذكر النعم اللي عندك. أكيد تدري علماء النفس يقولون تبي تحصل النمط التفكير الإيجابي، أول ما تقعد من الصبح اقعد 5 دقائق وتذكر النعم اللي الله معطيك إياها. يقول هذا بيشحنك بمشاعر حلوة طوال اليوم، فيخليك طوال اليوم مشحون بطاقة، وإذا استمريت مع الأيام بهذه الطريقة خلاص أنت تفكيرك راح يصير بوزيتيف وتفكيرك راح يصير إيجابي تلقائيا. أنت عودت نفسك تقوم تتذكر الأمور الحلوة. هذا ديننا يعلمنا كذي. أكيد نعم، بس ديننا أعطانا إياها عمليا
يوم نعم. العلماء أصلوها بهذه الطريقة. نعم رب العالمين علينا، إحنا ما نقدر نحصرها أساسا. يعني إذا أذكر ونطري قصة الشخص هذا اللي كان يبي يدش الجنة، فسأل رب العالمين تبي تدش برحمتي ولا تبي تدش يعني في نعم. عبادتك وطاعتك لي، فقال أكيد يعني بعبادتي وطاعتي يعني العبادة اللي أنا أديتها في خلال السنين اللي أنا عشتها وأنا قاعد أعبدك، فقال لا خلاص مو مشكلة أنا بجيب هالطاعة هذه كلها ونشوفها بوازيها بنعمة البصر. يا سلام، ما حتى وصلت أساسا نعمة البصر لوحدها، فما بالك يعني بالصحة والعافية والساقين والقدمين والمشي والروحة والردة والأحاسيس. يعني تقعد تتكلم عن بحر فعلا. كلمة الحمد لله هذه تفي أن الواحد يكون إيجابي بحياته. بالضبط، هني الأزواج الإيجابيين دائما يركزون على الأشياء الزينة بحياتهم. مثل ما قلت لك، في مرة يعني بعض المرات زوج أو زوجة يشتكي ويقعد ويشتكي، وبالأخير لما تقول له شنو المشكلة يعني بالضبط، يقول والله أنا ما أطلع مع زوجتي في الويكند، أو أن زوجي ما يطلع معي في الويكند. تخيل لما أنت عندك النعم كلها، نعمة المنزل المناسب والمريح، المركب المناسب والمريح، المرأة المطيعة الزينة، بالأخير مشكلتك كلها أن هي ما تطلع معك في الويكند أو أنت ما تطلع معها في الويكند، تكون هذه مشكلة تأثر عليك وتخليك تنظر لحياتك الزوجية أنها فيها عنصر فشل؟ لا، هني الجانب التفكير الإيجابي يركز على شنو؟ يركز على الأمور الجميلة الموجودة، والشيء اللي تركز عليه يكبر. وهذا اللي علمنا يا ديننا، لما تقول رب العالمين يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. تخيل عندك هالنعم كلها وتقعد مو معبرها ومتضايق منها وناسيها ومتذكر ليش أنا ما أطلع وياه في الويكند، شلون أنت ما شكرت نعمة رب العالمين؟ وبالتالي النعم هذه ما راح تزيد. نعطف على 4 و5 و6 وصولا إلى 7، وبشكل مختصر نقفز هالقفزات هذه علشان لا يأخذنا الوقت. حلو. الأمر الرابع، وصلنا الرابع صح؟ نعم. هو الذكاء العاطفي. وهني احنا نخاطب الزوجات، الذكاء العاطفي شنو؟ هو الرجوع الى المشاعر والعواطف، ومن خلالها انا اقدر احصل اللي ابي من الزوج. انا هني بنوخر عن التشنجات وعن المشاكسات اللي تصير بين الزوجين واسلوب الفرض، وندش على اسلوب ثاني اللي هو نسميه الذكاء العاطفي. شلون انا اقدر احصل اللي ابي من زوجي؟ من خلال عاطفتي. والمرأة هني ترى هذه فطرتها. ليش قلت انا هذا الجانب الزوجي؟ لان الزوجة معروفة انها شنو؟ عاطفية. صحيح. وبالتالي تعرف تستخدم عواطفها، وهني المرأة فعلا تقترب من الأنوثة. وهني خل أقول لك نقطة إذن خطيرة، الزوج كل ما استخدم قوته الجسدية مع زوجته بالطق مثلا وفرض التسلط، هني خفت رجولته، إن الرجولة معاني. نعم. قلل إنفاقه أو وقف إنفاقه على أسرته، هني خفت من رجولته. ونفس الشيء يقول حق الزوجة، كل ما كانت الزوجة تواجه الزوج بالندية وتعامله بالمثل، كل ما قلت من أنوثتها. لأن المرأة معروفة تأخذ اللي تبي، بيسمونه كيد النساء والذكاء العاطفي. يعطيك قصة على سبيل المثال، زوجة طلبت من زوجها أنه يساعدها وتطلع ليسن، زوجها ما عندها ليسن وبالتالي تحتاج مساعدتها يعني، فقال لها الأمانة داعي أنا وديك أنا يبج تيلة بعد شهر وشهرين أنا أحتاج ليسن، أروح ورد أطلع براحة وأنت بالدوام إلى آخره. قال لها لا ماكو ليسن. جت لها مرة ثالثة قالت له أنا بليسن. قال لها لا ما في ليسن. قالت له تبي الصج أحسن عشان أقعد معاك فترة أطول وأطلع معاك واستانس معاك. تقول بعد يومين ثلاث قالت تعالي بخروني بليسن. شوف لما قللت المقاومة ودشت بأسلوب عاطفي معين، الزوج على طول وافق وقال لها أنا بعطيك ليسن. والأمثلة على هذه وايد. شلون أنا أستخدم العواطف؟ عاطفة الفرح، عاطفة الحزن، عاطفة المشاعر المحبة. تقدر الزوجة تحصل أشياء وايد بس تحطها في مكانها المناسب. أنا كان ودي أسمع تفصيل الكتاب كله، 5 و6 و7 نخليهم حق الناس بعد ما يفتحون الكتاب، كتاب الزواج الذكي، يقرونه ويشوفون التفاصيل اللي فيه ويستمتعون بالأفكار الجميلة اللي قاعد أسمعها منك، وينعمون إن شاء الله بزواج سعيد وناجح وما في أي فشل. وإحنا نطلب من رب العالمين أن الكل يكون مستقر. حاب أنك أنت توصل رسالة من خلال برنامج مسائي لكل الأزواج، وأيضاً الكتاب طريقة نشره وإصداره. نعم، الكتاب مثل ما قلت لك، غير أفكارك راح تتغير حياتك. الكتاب يعني ما يتكلم عن الأفعال ولا يقول لك سوي كذي أو لا تسوي كذي، يقول لك فكر كذي راح تسعد في حياتك وأفعالك راح تطلع تلقائي. ممتاز. من خلال هذه الأفكار. الكتاب راح يوزع في المكتبات في هذه الأيام إن شاء الله. الحارث المزيدي، الباحث الأسري وكتاب الزواج الذكي، وايد كتاب حلو إن شاء الله راح نقرأ وراح نستفيد منه.
بعد الفاصل راح يكون معنا شباب الكويتي محمد العازمي ويوسف البكشي راح يتكلمون. محمد طبعا مخترع كويتي، وأيضا يوسف وهو شخص صنع فيلم وصل للعالمية، اثنيناتهم وصلوا للعالمية على فكرة. فاصل ونرجع لهم. هذا الفيلم اللي شفتوه أو هذا البروموشن للفيلم اللي راح يعرض إن شاء الله وعرض في إيطاليا لمحرك الرسوم المتحركة نقدر نسميه يوسف البكشي. سعيدين جدا بالتواصل وياك ونتشرف فيك طاقة كويتية ويانا في برنامج مسائي. الله يسلمك، شرف لي، شكرا على الاستضافة. الله يسلمك. طبعا أنت شاركت في مهرجان إيطاليا فيو، اسمه فيو، مهرجان فيو أي، ومهرجان دبي السينمائي ومهرجان فويا، مهرجان فويا السينمائي اللي هو بإدارة كويتية. محمد العازمي مخترع كويتي أيضا حاصل على الجائزة والميدالية الذهبية في ألمانيا، أينا في معرض أينا في ألمانيا. نعم. سعيدين جدا وتشرف فيها. شكرا لك، شرف لي، وشكرا لقناة الرأي. طول لي عمرك. طبعا في البداية نبي نتكلم عن الأنيميشن أو الأنيميتر. الفترة الأخيرة هذه هي الفترة اللي انتشرت فيها الفضائيات وانتشرت فيها أعمال درامية كثيرة اعتمدوا على الأنيميشن والجرافيك والأمور هذه في الفترينة حق الفضائيات أو شكل الديزاين العام لقناة معينة أو تلفزيون معين. أنت شو اللي استهواك علشان تنخرط بهالمجال هذا؟ والله هو يعني من البداية، من مرحلة الطفولة يعني وايد جذبني بالذات الرسوم المتحركة، ومو أي نوع، النوع التقليدي أو الكلاسيكي اللي هو طريقة التحريك بالرسمات، رسمة بعد رسمة. فيعني موضوع الرسوم المتحركة وخاصة الرسومات القديمة، ما أتكلم عن هالأيام، دائما يكون فيها جوانب حلوة، فيها جوانب عاطفية، جوانب درامية تلمس الشخص، تأثر فيه، يعني تصنع شخصيته، لأن أثرت فيني وايد في طفولتي، فوايد أعطاني دافع أني أبي أصنع شيء مؤثر بهالدرجة. التأثير كان حلو، فحبيت أني أكون مؤثر على الأجيال القادمة مثل ما أنا تأثرت. حلو، والحلم هذا كبر وياك لغاية ما وصلك للعالمية. قبل لا نروح للعالمية ونسولف معاك، خل نروح وناخذ محمد العازمي والمطفأة الحريق الذكية اللي حصدت الذهبية إنزين على مستوى العالم. إيش رأيك نشوف الفيديو مالك ونرجع مرة ثانية؟ والله شيء عجيب اللي شفناه صراحة، ويعطي العافية محمد العازمي. هذه طبعا ميداليات الذهبية، أنا قلت أبو بوق واحدة فيهم، لأن في واحدة فيهم ذهب فيها فص الماس. نعم. عادي يعني حلل طبعا. طبعًا. يعطيك العافية. طبعًا الله يعافيك. الفكرة نفسها هي فكرة المطفأة الذكية. يعني. شلون يعطيك؟ في البداية بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. عليه الصلاة والسلام. كثر ما شفنا والله كافينا وياكم شر النار، ناس ما نقدر نوصل ننقذهم، ما نقدر ننقذ حتى في بعض الأحيان نفسنا لاحتجاز ما بين خطر النيران.
هني تكونت عندي فكرة في الحادثة هذه شيء اسمه العجز واليأس، تنقذ نفسك أو تنقذ غيرك أو عكس ذلك. فالله وفقني الحمد لله، الحمد لله، ويتني الفكرة. إذا تذكرون ألعابنا بالسبعينات الثمانينات، المايتورشكا اسمها إذا ماني غلطان، اللعبة اللي نقطها تعدل عمرها. أي فإن قبل الحين حتى لو تمرصة بالبقالات ولا شيء تلقى هذا اللي مدفوخة وحاطي لها ماي من تحت. أيوة طقها بوكس ترد. بالضبط. أنا كان الملهم مالي بعد الله سبحانه وتعالى هو الروس اللي مخترع هذه اللعبة. حطيت فيها نفس الفكرة الشخص هذا وعبيتها المواد المصرحة عالميا، وقدرت أكافح فيها، أقذفها من بعيد على مكان النار وحافظ على نفسي، لأن درجات الحرارة العالية ما تخليك تفكر، ما تخليك تقدر تقرب أصلا من النار. وهني يبقى مبدأ العجز واليأس، أنك ما تقدر تقرب من أي شيء ولا تقدر تسوي شيء حقك أو حق غيرك. هي فكرة قوية جدا أنك أنت اخترعت شيء يدخل حق النار من غير لا حتى يعني الاطفائي ممكن انه يدخل، يعني وايد اطفائيين احنا بعد فقره الاطفاء موجودين ويانا يعني كل خميس قاعد يقدمونها ويعطيهم العافيه الابطال اللي قاعد يشاركون. نعم جنود مجهولين، نعم مشاكل قاعد تحوشهم، خطر يعني اخطار كثيره يواجهونها كل يوم، مسبه دخولهم يعني من غير لا يكون في مثلا الحريجه شابه والدخان من كل صوب وفي عمليه انقاذ راح تتم. يعني فعلا الاختراع هذا انت عصبت كبد الحقيقه واذهلتهم الحمد لله في على مستوى العالم. شكرا. بتكلم عن مشاركاتك او بتكلم عن الخطوات اللي ادت الى نجاح مثل هالمشروع هذا، لكن خلينا نرجع مره ثانيه حق يوسف. يوسف وصولك للعالميه تحدي، يعني ان انسان يفكر انه يوصل للعالميه قبل كانت فكره بعيده، الحين خلاص يعني مع تطور الزمن والاحلام تقاربت. شلون فكرت انك انت تصنع فيلم يتكلم عن حقبة الغزو وتوصله حق ايطاليا مثلا او اي مهرجان عالمي؟ والله هو يعني بالبداية لما نتكلم عن الفن بشكل عام هو وسيلة تعبير يخاطب فيها الفنان المجتمع عادة، عن يخاطب يعني بأمور تخصه، بأمور تلمس حياته، شيء من ثقافته من محيطه. فلاحظت أن أكو أعمال فنية وايد لما أتحدث عن الرسوم المتحركة من مختلف ثقافات، كل الجهات اللي اشتغلت فيها تعبر عن ثقافتها بطريقتها، بس ما عندنا إحنا يعني الوطن العربي وخاصة الكويت لما أتحدث عن عمل فيلم مو مسلسل كفيلم يعرض ثقافتنا أفكارنا طريقتنا. فيعني حبيت أتناول هالجانب، فهني اخترت على بالي قصة كانت أو صارت أيام الغزو، يعني كانت مؤثرة بالنسبة لي. صارت حادثة في بيت الجرين، كان في اثنين منخشين وجنود كانوا يحاولون يعني يذبحونهم مثلا، يبون يوصلون لهم. أي. وكان في حس، فشخص منهم قال حق صاحبه روح طول هناك شوف بالسندره كان او الكنجيه يسمونها. فطل ولقى اشخاص وربعه قال لهم ماكو احد وانصرفوا. هذا ملخص القصه تقريبا. القصه هذه وايد حسيت فيها جانب غامض، وكان نفسه راوي القصه يذكره يقول انا ما ادري الجندي شافنا ولا ما شافنا. فالجانب هذا وايد لفت انتباهي. كانت النهاية مفتوحة بالفيلم. هذا الحين القصة الصجية، القصة الحقيقية قبل الله أنت. هذا ملخص القصة الحقيقية اللي صارت. ممتاز. أنا الفكرة صارت مقتبسة ومركز فيها على الجانب، هل الجندي هذا شافهم ولا ما شافهم. الجزء الغامض بالفيلم هو عبارة قصة فيلمي سندرة. سندرا يعني كفيلم أو كفكرة استحوذت على عقول الناس هناك في إيطاليا، استلهمت أفكارهم في طريقة عرضك للفيلم وقصاصات الأحداث اللي أنت قدمتها من خلال الفيلم الكرتوني اللي قدمته. أنت كخليجي أو في الوطن العربي كانت يعني من بين الأفلام القلة اللي شاركت على أنيميشن، ككويتي قاعد يقدم فيلم من هالنوع هذا. شنو مشاريعك المستقبلية؟ شنو الخطط اللي جاية
مرشح ايضا سمعنا ان فيلمك للفوز بالجائزه، كل هذا راح ناخذه منك. وايضا محمد العازمي والخطوات الاولى لبدايه فكره صغيره تم انشائها، خدمه الانسانيه والبشريه وخدمه رجال الاطفاء وحافظت على سلامتنا وارواحنا. بعد الفاصل نتكلم فيها. احتفوا فيه الناس بالمطار وشفنا يعني التهليل بوجوده وشفنا الوناسه يعني اللي عبروا فيها اهلك طبعا في استقبالك والناس اللي كانت بانتظارك في المطار. صراحه كل الشكر لكل شخص تقدم للمطار وحب حط في باله انه بيدق سلف علشان يروح حق محمد العازمي. اي انجاز كويتي نحطه على الراس من فوق، وخصوصا ان الدعم جاي من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، هذا المركز اللي قاعد يطور شباب الكويت وقاعد ينهض فيهم للقمة العالمية. الأحاسيس هذه والمشاعر كلمنا عنها. بداية الأمانة كانت بداية الفكرة كانت ما في أي أمور دعم، ما كان في مركز صباح الأحمد في ظهر، طلع ما شاء الله بسنة 2010. من أمور دعم شيء بسيط مني منك ما في، إلى أطلب تجاب، إلى أطلب تجاب من استقبال الفكرة ورسمها وترتيبها ومراسلاتها وتسجيلها إلى شيء ملموس تنفيذها منفذة جاهزة ولها فيلم إن نعم هالشيء هذا يعمل وثابتين إنه ناجح ولله الحمد. مركز صباح الأحمد للأمانة الواحد ما يدري شو يقول لهم، شلون يرد لهم جميلهم، ما يطلع من طعمهم الواحد. فلله الحمد تم ترشيح، طلب ترشيح من مجلس التعاون الخليجي مكتب براءات الاختراع، وجههم كل تحية وشكر للي قاموا في معرض إينا. فقام المركز بترشيح لهم ولله الحمد، وشاركنا في المعرض بألمانيا مدينة نورنبرغ. فأربعين دولة مشاركة، 1000 مخترع، 700 اختراع، لأن في بعض المخترعين فرق. 1000 مخترع، 700 اختراع. اختراع. محمد العازمي ظفر في الذهبية بينهم. ولله الحمد. نعم. الحمد لله. أخذت المركز الأول كأفضل اختراع، والجائزة الثانية هي المركز، مو المركز، تعتبر جائزة المعرض لأفضل مشارك، أفضل اختراع مشارك. والله ما شاء الله عليك. الحمد لله. نقول لك عفارم. الله يعطيك العافية. الله إن شاء الله يعني الخير بقبال الله، نلقى منك اختراعات هذه مو بس اللهم يعني اللهم النهاية راح تختم فيها بس الطفاية مات الحريج هذه. اللهم إن شاء الله آمين. أكيد إن شاء نشوف اختراعات جاية. أيضا بعد ما معنا عبر الهاتف أحمد السويلم رئيس مجلس إدارة مهرجان فويا السينمائي اللي هو بإدارة كويتية. أحمد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والعافية يا كلمة. طبعا معانا يوسف البكشي، يوسف من الاخوان اللي شاركوا معاكم في الفيلم اللي هو فيلم الانيميشن اللي قدمه، وهو سندرا. زين، فالفيلم هذا والمحاوله هذه من قبل يوسف شلون شفتها وشلون لمستها؟ والله صراحه يعني فيلم سندرا من اقوى الافلام اللي شفناها من ناحيه الانيميشن، وما شاء الله عليه يعني يتمسنا منه يعني الإبداع، وحسينا أنه هو شخص قاعد يحاول يصنع صورة جميلة في مجال الأنيميشن كثر ما يقدر. أتوقع أن الفيلم ما أخذ أكثر من سنة أو سنة ونص في الإعداد والتنفيذ والأمور هذه، ما شاء الله عليه يعني مثال للشاب الكويتي الطموح المبدع. وكلجنة التحكيم يعني هو من فيلم الانيميشن من الافلام المرشحه في مهرجان بويا ان شاء الله، وانا صراحه اتمنى له التوفيق واتمنى انه يحصل الدعم الكافي، لان مثل ما تدري ان الانيميشن يعني يحتاج دعم وفي تكلفه، فاتمنى ان الناس تدعمه وتثق فيه ويوصل هو للعالميه من خلال هذا الفن من خلال طاقته. أكيد، والدور الباقي عليكم أنتوا في هذا المهرجان اللي قاعد تقدمون الشباب بهذه الطريقة للعالمية. يعطيك ألف عافية لسويلم. الله يعافيك وما قصرت.
الله يسلمك. كل الشكر أحمد السويلم رئيس مجلس إدارة مهرجان فويا السينمائي على مشاركته ويانا. وطبعا يعني هذا المهرجان أكيد يعني حصد الكثير من الأقطاب الإعلامية من رعاة، من متابعين، من طاقات شبابية قاعد تحاول أنها توصل على أساس من خلال مهرجان فويا إلى العالمية، وهو بإدارة كويتية 100%. بالنسبة لأحلامك يوسف بعد هذا الإنجاز، مهرجان دبي السينمائي وأيضا مهرجان فويا السينمائي، شنو الأفكار الجديدة اللي حاطها في بالك أو راسمها لقدام؟ طبعا أكيد يعني نطمح أن الموضوع ممكن أنه يتوسع ويأخذ نقول درجة أعلى. يعني هذه مجرد بداية وخطوة صغيرة أعتبرها بالنسبة حق المشاريع المستقبلية. نعم. وعشان تتحقق الخطوة أكيد محتاجين يعني دخول أطراف ثانية. أنا الموضوع هذا يعني قمت فيه كله بروحك، بروحي حرفياً بروحي. يعني صنع المادة الفيلمية والمادة المرئية كلها كان شغلي أنا، فكأن يعني هو مو العمل مو بحد ذاته هو صعب، هو مو شيء مستحيل، بس كأني قاعد أقول لك شخص يبني بيت واحد بيت كامل بروحه. فنوع العمل هذا يحتاج إلى فريق، وحمل على شخص يعني حمل ثقيل يعتبر على شخص واحد. فنتمنى أن يكون في دعم وفي جهات أيدي كويتية عاملة تكون يعني بالمستقبل حق أعمال تكون إن شاء الله أكبر وعلى مستوى أعلى إن شاء الله. العازمي إذا بنتكلم عن الخطوات الجاية أو الأفكار اللي حاطها أو راسمها ببالك، طبعا أنت كاختراع ما تقدر تقول فكرته، ولكن شو اللي قاعد يحوم بتفكير محمد العازمي بعد حصوله على الذهبية؟ ما نبي غرور. الله يكفينا وياكم شر الغرور إن شاء الله. أتمنى أن أشوفه بالسوق وانتجه على حسب ما إحنا واضعين فيه، لأن هالنسخة اللي أنتم تشوفونها للعرض فقط. فعلى بطبيعة الحال نتعرف أنا مخترع. طبعا المخرج الحين حاط لنا صورة الشهادات مالتك. هذه الشهادات، هذه الشهادة الأولى. نعم. وراح نشوف الشهادة الثانية. تقدر تكمل كلامك. فأقول لك في بعض الأمور أن احنا نقدر نعرضها للعالم، في بعض الأمور أسرار لحفظ الحقوق قانونية. صحيح. وأسرار صناعية في نفس الوقت. أنا ممكن أن إذا تركتها للعالم ممكن شخص يقلدها بطريقة ممكن تضرني أنا أو تضر الشخص اللي يشتريها يستعملها، عرف شلون؟ فأتمنى أشوفها بالسوق وأتمنى أشوفها الكل يستخدمها، لأن فعلا هذا شيء نم عن تجربة وشوف قدامي ضحايا وايد راحت. صحيح. وأتمنى السلام للجميع إن شاء الله، الله يحفظ الجميع إن شاء الله. اللهم آمين. استضفنا من مركز صباح الأحمد الموهبة الإبداع اللي نمسي عليه بالخير المهندس ناصر الخالدي. وتكلم عن مركز صباح الأحمد اللي سمعنا بأن هذا المركز يقدم لك أسرع دراسة خلال 6 أشهر، ما راح تلقاها في أي دولة في العالم. سرعة تقديم الدراسات والبحوث في مجال اختراع معين لتوثيقه كبراءة اختراع على مستوى العالم في 6 أشهر وقت قياسي. شلون شايف تجربتك معهم؟ مثل ما ذكرت لك أستاذ سالم، مركز صباح الأحمد بلش بطريقة جدا حلوة، لكن مع العلم أنهم كانوا طاقم بسيط، ولكن شيء خذوا ثقة حضرة صاحب السمو. نعم. بأوامره لإنشاء هذا المركز وتشجيع ودعم الشباب الكويتي. عندنا طاقات جبارة أستاذ سالم، شيء مو طبيعي من ما شاء الله الشباب الكويتي. إن ما شاء الله بأمريكا تلقى منافسة وجوائز كل مكان، ولله الحمد ألمانيا آخر معرض، فيأخذونك من الألف إلى الياء لين يثبتون نجاح النظرية أو الاختراع اللي عندك وتحصل على براءة الاختراع. تبدأ هنا شنو الخطوة المهمة، هذا شيء أساسي، ولكن الأهم أنه ينفذ بالسوق والناس تستفيد منه. نعم. يوسف سندرة، إذا بنتكلم عن الشركات، أنت قلت أنا أبي أن يعني جهات تدعمني، ما فكرت أنك أنت تروح لشركات كرتونية تدعم الأفلام الكرتونية بشكل عام، وأنك أنت تسوي معهم ديل واتفاق بعقد معين؟ يعني بلى فكرت في هالجانب، بس اللي وقفني إن
دائما اذا كان في طرف ثاني فلازم تكون في مصلحه متبادله. عشان المصلحه المتبادله انت مضطر انك تتقيد في امور هم يبونها او افكار هم يعرضونها وشغلات وايد. انا كان عندي كنت حاب اني ابتكر خط معين وفكر معين يكون خاص نابع مني من غير تاثيرات خارجيه. فبالبدايه بالنسبه حق سندرا كنت حاب انه يكون طالع مني يعني بشكل مباشر من غير تاثيرات. ممتاز. حق اعمال مستقبليه في قابليه الحين انه يكون في تعاطي بيني وبين اطراف ثانيه، مو بالضروره تكون شركات. انا مو يعني كل ابي ناس يكون عندهم نفس الطموح، نقدر نشترك في عمل معين حتى لو يكون من فكرهم وطريقتهم الخاصة. أنا مستعد إني أشتغل وياهم بالضرورة هم اللي يشتغلون وياي، بس إن نبدي نعرف نشتغل كمجموعة. هي هذه العلة. إحنا وايد عندنا طاقات مثل ما قال أستاذ إنه عندهم إمكانيات وايد حلوة، بس المكان اللي يحتويهم كفريق عمل نكون موجودين فيه يعني على اساس يطلعون هالطاقه. التنسيق كفريق عمل هي مشكله اساسيه عندنا، بس نتعدى العقبه هذه راح اتوقع يعني. والله يا يوسف الخير والبركه فيكم ويعطيكم العافيه. انتم شباب كويتي يعني قادرين على هالانجاز. دام انك انت وصلت للعالمية اتوقع كل الخطوات اللي لي قدام راح تكون اسهل بوايد. الله يسمع منك. تكوين فريق ان شاء الله راح يكون عندك جروبك الخاص ونشوف اعمالك يعني على مستوى العالم وتحصل على الجائزه العالميه مثل ما حصل محمد العازمي باختراعه في المانيا في معرض اينا على هذه الجائزه والذهبيتين اللي فاز فيها بين 1000 مشترك و700 اختراع. انا اتوقع انجاز لا يضاهيه اي انجاز. كل شكر لحسن متابعتكم وشكرا لمركز صباح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للموهبة والإبداع. شكرا سمو الأمير على تبنيك طاقات الشباب وإظهارها بهذه الصورة وإيصالها للعالمية. شكرا على خير ومع ألف سلامة.